هذا الشيء مزيان بالنسبه للمدينه، هذا راه اجتهاد ماشي مزيان وفود مزيان، غير ما خاص مازال تيوقفوا على عباد الله تيقول لهم خلصونا، واخا ماشي من حقهم راه تيوقفوا على الناس، مازال شي وحدين ساكن في هذه الكاريه انا تقول لي شي بالحاج شي هذه الكاريه ديال اللور ديال هنايا، اللور ديالهم تما تيجيو مازال تيغفلوا على عباد الله اللي تيخافوا منهم. ما كرهناش تكون على صعيد المغرب ماشي غير على صعيد عين الدياب، تكون تقريبا في المغرب كله، لان ما جاتش هذا الانسان ما تيدير راسو بحال لا هو صحاب شي حاجه يوقف على عائلات اللي هما تيخافوا ولا شي حاجه تيجي ياخذ من عندهم، حتى لا عطاو جوج دراهم ما تتقبلهاش كاع، هو خاصك تعطيه 100 درهم ولا 1000 فرانك ولا 400، سا ديبون على حساب كيفاش مع بنادم غيهضر معاه، الا خاف منه راه غادي يغفل عليه، ما خافش منه راه تيمشي بحاله. هادشي مزيان، كاين ديك الساعة كتجي توقف كيقول لك هذا سير لهنا سير لهنا، مرة تخلصو كيقول لك عطيني جوج دراهم، يقول لك لا عطيني 5 دراهم، ملي ما تعطيش بدا يسب فيك ويعير فيك، وأحسن حاجة خويا هو بحال هكا، ها كلشي أحسن كاع دير كاع في المغرب كامل كاع، وكتعطي جوج وتمشي تاخذ غاتشري شي حاجة بسيطة ما كاين حتى 5 دقائق، يجي يقول لك عطيني 5 دراهم، تعطيه جوج دراهم خصك تضرب معاه خصك مع بوليس، أخو أحسن حاجة هو بحال هكا. دير كاع فين ما كانت فين ما كان بلاصه ديال ستاسيون ديال الطوموبيلات يدير فيه بحال هكا احسن.